محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. الحقيقه بيتكلم على قضيه الانتخابات، وزي ما شفتوا البدايه الساخنه في الجلسه الافتتاحيه، هو موضوع عليه اسئله كثيره وتحديات كبيره. والحقيقه في ناس بتخلط بين مفهوم الانتخابات باعتباره هو الديمقراطيه، وما بين الديمقراطيه اللي احنا عايزينها بحق، اللي هي مشاركه المجتمع في صنع قراره وصنع مستقبله. وهو ده الخلط اللي عانينا منه طويلا خلال السنوات السابقه على الثوره. حتى انا كنت كباحث دائما اردد ان الديمقراطيه العربيه بلا مشاركه وبلا تداول للسلطه. وكان اجد نقد كتير يعني على هذه المساله، انما يمكن ذكرونا في المنصه ان كانت في نتائج انتخابات 99 و9 دايره، ووصلت في احد المرات لانها تكون 100%. لو نبي منزل من السماء رسالة عليه ما يتحصلش عليه، لان في ناس تؤمن وناس لا تؤمن. واحنا عايزين ديمقراطيه تحقق المشاركه وتداول السلطه والرقابه، ويكون كل الياتها شفافه تحت اعين الناس وبصرها، وانها تستطيع انها تجدد الشرعيه بالانتخابات الدوريه، وانها تضمن لكل الناس الذين فازوا بالاغلبيه لهم القرار، والذين لم يفوزوا بالاغلبيه لهم الراي والمشوره، حتى تصبح ديمقراطيه حقيقيه. هو قضيه الوعي اللي حضرتك بتقولي عليها هي دي القضيه، وهي دي مستقبلنا. ومحاولات تزييف الوعي على مستوى المحلي والإقليمي والدولي هي مسألة ماشية بنشاط كبير جدا، وانتوا كإعلاميين هو ده دوركم اللي هتساهموا بيه، بأنكم تثيروا الوعي بالقضايا الحقيقية وجوهر الأمور وليس شكلها فقط.